السلام عليكم. هنكمل ان شاء الله شيت 2 دوائر الكترونيه. المره اللي فاتت حلينا المساله الاولانيه. في الاول بس في شويه تعديلات كده في البي دي اف. المساله دي كان الرسمه الجراوند فيها مش واضح، وضحته لكم. وكان عندي الار انبوت والار اي اف والار اي، ما كنتش كاتباهم اصلا على اساس انهم معروفين انهم بمال النهايه، بس برضو كتبتهم في البي دي اف علشان ان شاء الله هبقى انزل لكم البي دي اف، يبقى الحل كله كامل معاكم. هنبدأ بقى بمسألة رقم 2. مسألة رقم 2 هي نيجاتيف فيدباك، برضو الشيت كله على النيجاتيف فيدباك. المفروض ان هو مديني الرسمة بالشكل ده. عندي الامبليفاير او دايرة الاي سيركت، مديها لي اوب امب وترانزستور كاسكيدد، هما الاتنين مع بعض عاملين لي دايرة الاي سيركت او عاملين لي الامبليفاير اللي انا شغال عليه، مفيش اي مشكلة. وعندي دايرة البيتا اللي هي الار اف، وهيكون في الشيت عندكم في الاسئلة بتاعت الشيت حاطط لكم مربع حوالين الار اف، بحيث ان احنا نعرف ان دي البيتا سيركت. وطبعا البيتا سيركت لو بصينا عليها هنلاقي في سلكة متوصلة بالسورس هنا، وسلكة متوصلة بالرجل السالبة بتاعت الاوب امب، بيبقى ده فيدباك ما بين الانبوت وبين الرجل السالبة او نيجاتيف فيدباك. المعطى التاني في المسألة مدلنا التوبولوجي، مدهولنا ان هو سيريوس سيريوس، وبعد كده طالب مننا بقى الحاجات اللي هو عايزنا نجيبها. اول حاجة طالب الاي اف، بس طالبها لما الاي في البيتا اكبر من الواحد او اكبر بكتير من الواحد، دي اللي هي الاي اف ابروكسيميت، قلنا اللي هي بتعتمد فيها الكلوزد لوب جين على دايرة البيتا فقط ومش بتعتمد على دايرة الاي. وعندي برضو طالب الاي اف، دي الكلوزد لوب جين بس طالبها بقى اكزاكت الار اي اف والار او اف. بمجرد ان احنا شفنا ان هو طالب الكلام ده هنشتغل خطوات حل المسألة النيجاتيف فيدباك العادية كاملة، من اول ما بنحدد التوبولوجي لحد اخر حاجة لما نجيب الاي اف الار اي اف والار او اف. وقايل لي ان الجين بتاعي طالب مني الجين اللي هو اي اوت على الفي اس، اي اوت على الفي اس اللي هو الجين مين، اللي هو الجين الاوبن لوب جين، المفروض ان انا هجيبه وبعدين هرجع اجيب الكلوز لوب جين بناء على الاماونت اوف فيدباك. بس برضو لازم نتاكد هل الاي اوت على الفي اس، هل التوبولوجي بتاعتي تيار على فولت مظبوطه ولا لا. هو ممكن يكون طالب الجين مثلا تيار على فولت والتوبولوجي مش كده، او مساله زي دي هي هتبقى فعلا تيار على فولت او الاوتبوت تيار والانبوت فولت، بس يكون طالب جين تاني، يعني طالب في على في وطالب اي على في، برضو هما الاثنين نفس المساله مفيش اي مشكله، ممكن اجيب اي على في وممكن اجيب في على في، بس اخد بالي ان الاي على في دي هي الاي اللي هجيب منها الاي اف، او هي اللي بتحدد لي التوبولوجي اللي بحسب بيه ار واحد واحد ار اتنين اتنين البيتا الكلام ده كله بناء على التوبولوجي دي، مش بناء على الجين التاني. هو في المسألة دي لحد الآن في مسائل الشيت بيطلب منكم نفس الجين اللي احنا بنجيبه علشان نجيب الكلوزد لوب جين، وكده طبعا المسألة بتبقى أسهل. بس برضو لازم نتأكد من التوبولوجي الأول قبل ما نبدأ المسألة أيا كان، حتى لو هو مدلنا طالب الجين بالمنظر ده ومدلنا إنها سيريس سيريس، يبقى أنا عرفت إنها سيريس سيريس وعرفت إن الأوتبوت تيار والإنبوت فولت، لازم أروح أتأكد تاني من التوبولوجي بتاعتي. التوبولوجي بتاعتي قلنا بنتاكد منها ازاي، هو مديني في المساله انها سيريس سيريس، وانا عارفه ان الانبوت ميكسنج على طول الاوتبوت سامبلنج على طول. نبدا نشوف بقى هي سيريس، انا موصله حاجه سيريس هعمل لها ميكسنج، يعني هجمع ايه الاشارات اللي بتتجمع وانا موصله سيريس. طبعا الفولت متغير والتيار ثابت، يبقى الفولت هو اللي بيتجمع، يبقى انا الانبوت بتاعي فولت. طيب بالنسبه للاوتبوت، الاوتبوت هو مديهولي ان هو سيريس، انا عارفه ان انا باخد سامبلنج، باخد سامبل من الاشاره او باخد صوره كامله من الاشاره. ايه الاشاره اللي بتبقى كامله في حاله السيريس؟ اللي هي الكرنت. يبقى انا عرفت خلاص ان الانبوت فولت الاوتبوت كرنت، دي اول خطوه ان احنا بنعرف التوبولوجي. بعد ما بنعرف التوبولوجي قلنا بنفصل دايره البيتا وبنجيب منها الار واحد واحد الار اتنين اتنين والبيتا. نبدا نشوف دايره البيتا الاول هنفصلها ازاي. هاجي الاقي عندي هنا اهي ادي الار اف متوصلة بسلكة من الناحية دي، متوصلة بالسورس، متوصلة بسلكة تانية بالانبوت، يعني من عند النقطة دي طالع لي سلكتين، سلكة اوتبوت وسلكة انبوت. يبقى نحط المقاومة
زي ما احنا شايفين هنا كده. هنحط المقاومة ار اف عادي، ومن عند النقطة دي هنطلع سلكتين، سلكة للانبوت وسلكة للاوتبوت. يبقى احنا كده خلاص فصلنا دايرة البيتا، ونقدر نمسك دايرة البيتا دي نتعامل معاها عادي، نجيب منها الار واحد واحد والار اتنين اتنين، ونجيب الفيدباك فاكتور. طيب الار واحد واحد بقى هنجيبها ازاي؟ قلنا الار واحد واحد او الار اتنين اتنين، اي واحدة فيهم. لو انا هبص مثلا الار واحد واحد هبص من ناحية الانبوت، يبقى انا بشوف التوبولوجي بتاعت الاوتبوت. لو الار اتنين اتنين ببص من ناحية الاوتبوت، يبقى انا بشوف التوبولوجي بتاعت الانبوت. وحاجة ثابتة، لو هي شنط تبقى شورت سيركت، التوبولوجي اللي بنشوفها الناحية التانية. لو هي شنط تبقى شورت سيركت، لو هي سيريس تبقى اوبن سيركت. نبدأ نشوف ار واحد واحد، احنا بنشوف منين؟ من عند الانبوت. يبقى انا من عند مكان ما قطعت هنا ده، من عند النقطة دي هقف هنا واجيب الار اكويفالنت. الار اكويفالنت اللي هجيبها هي هتبقى الار واحد واحد، بس بشرط ان انا اكون شايف الاوتبوت بتاعي عامل ازاي. مش هسيبه كده، وممكن يتساب كده اوبن، وممكن يكون شورت، يفرق معايا مثلا في الحسابات بتاعتي. يبقى لازم اروح اشوف التوبولوجي بتاعت الاوتبوت بايه. اي ان التوبولوجي بتاعت الاوتبوت سيريوس، سيريوس يبقى اوبن سيركت. اوبن سيركت يعني اكن مفيش تيار ماشي في الفرع ده، يبقى اكن الفرع ده مش موجود اصلا، ههمله خالص اكنه مش موجود، مفيش اي مقاومه بشوفها هنا. يبقى انا كل المقاومه اللي انا بشوفها هي عباره عن الار اف، يبقى الار واحد واحد هي الار اف. بالنسبة للآر اتنين اتنين نفس الكلام، بنقف من الناحية التانية من ناحية الأوتبوت، من مكان ما قطعنا من ناحية الأوتبوت هنقف هنا ونشوف الآر اكويفالنت بتاعة الدايرة، من الدايرة كلها بقى أيا كانت. لو هي دايرة كبيرة بالنسبة لي هنا مقاومة واحدة، لو هي أي دايرة بنشوف إيه الآر اكويفالنت للدايرة دي من النقطة دي. طيب بالنسبة للإنبوت، طبعا الإنبوت مش هنسيبه كده، لازم نروح نشوف هيبقى حالته عامله ازاي بناء على التوبولوجي. هاجي اشوف التوبولوجي بتاعت الانبوت، هلاقي ان التوبولوجي بتاعت الانبوت سيريس. سيريس يعني اوبن سيركت، نفس الكلام عملت دي اوبن سيركت، يبقى انا عندي السلكه دي ما بيمشيش فيها تيار. يبقى انا ههمل السلكه دي اكنها مش موجوده خالص. يبقى انا المقاومه كل اللي انا بشوفها هي عباره عن مين؟ هي عباره عن الار اف. يبقى انا عندي الار 2 2 هي الار اف. بعد كده عندي البيتا عشان احسب الفيدباك فاكتور. الفيدباك فاكتور بقى قلنا ان احنا خلينا نتعامل بيها اسهل عشان ما نتلخبطش. ار 1 1 ار 2 2 بنتعامل بسيريس وشنط، فخلينا في البيتا نتعامل انها تبقى فولت وكرنت. هلاقي ان الانبوت بتاعي فولت، الاوتبوت بتاعي كرنت. يبقى انا وبعدين هبدا اشوف بقى الانبوت، طبعا دي ناحيه الانبوت، دي ناحيه الانبوت بتاعت الدايره كلها هتبقى فولت، دي ناحيه الاوتبوت بتاعت الدايره كلها هتبقى كارنت. يبقى انا الانبوت فولت، والانبوت قلنا بنعمله ازاي؟ لو هو فولت نخليه اوبن سيركت، لو هو كارنت خليه شورت سيركت. او بمعنى اصح انا عايزه اقيس فولت، يعني ايه اقيس فولت؟ من عند نقطه، من عند النقطه اللي انا قطعت عندها، يعني اوبن سيركت. يبقى اكني واقف هنا وبشوف الفولت عندي هنا بكام. يبقى انا اكني واقفه هنا وشايفه ان الفولت اللي هنا هو عباره عن ال في اف، طيب اللي هي اكس اف، سواء لو كانت كرنت كنا هنخليها اي اف، لو كانت فولت هنخليها في اف. الناحيه الثانيه بقى اللي هي ناحيه الاوتبوت قلنا بنخليها سورس دايما، لو هي فولت هنخليها فولتج سورس، لو كرنت هنخليها كرنت سورس. فلاقي ان هي كرنت، الاوتبوت بتاعي قلنا ان هو كرنت، فهخليها كرنت سورس. اتجاه الكرنت سورس هيبقى طالع لفوق، او بمعنى اصح داخل لدايرة البيتا. الفيدباك بيبقى التيار عندي راجع وداخل دايرة البيتا، فيبقى اتجاه التيار بالشكل ده. طيب المفروض ان انا عندي عشان اجيب البيتا بقى، البيتا عبارة عن جين، اوتبوت على انبوت. طب فين الاوتبوت وفين الانبوت؟ احنا عرفنا ان الاوتبوت بتاع دايرة البيتا هو الانبوت بتاع الدايرة كلها، والانبوت بتاع دايرة البيتا هو الاوتبوت بتاع الدايرة كلها. يبقى انا عندي الناحية دي هي الاوتبوت، الناحية دي هي الانبوت للبيتا، لدايرة البيتا. يبقى انا عندي البيتا عبارة عن اكس اف على اكس اوت. اكس اف عبارة عن فولت يبقى في اف، اكس اوت عبارة عن تيار يبقى اي اوت. طيب بعد كده اجيب قيمة البيتا دي نفسها ازاي؟ قلنا بمجرد ان انا جبت الاكسبريشن يبقى انا كده خلاص حليت دايرة البيتا عبارة عن ايه؟ هحل اكني حلة سيركت عادية جدا، وهجيب الاكسبريشن ده بيساوي كام؟ زي مثلا المسألة اللي فاتت كانت فولت على فولت. قعدنا نشوف هنجيب علاقه زي ما بين الفولت ده والفولت ده، وجبناها بالفولتج ديفايدر.
هنا فولت على تيار، يبقى كأن دي دايرة كهربية قدامي عادي، ادي الفولت ده عايز اجيبه على التيار ده. الفولت ده اللي هو مين؟ الفولت اللي على المقاومة ار اف، اللي انا بشوف بيه المقاومة ار اف، والتيار هو التيار اللي ماشي في المقاومة ار اف، او الفولت اللي على مقاومة البيتا، اللي على دايرة البيتا، والتيار اللي ماشي في دايرة البيتا. يبقى انا في النهاية البيتا هي عبارة عن ار ايكويفالنت اللي هي ار اف. بس كده انا جبت الار 1 1، ار 2 2، وجبت البيتا. المفروض ان انا ابدا بقى احل الاي سي اناليسيس للاي سيركت، واجيب الاي والار اي والار او. قبل كده كان طالب مني الاي اف ابروكسيميت، وانا عارفه ان الاي اف ابروكسيميت بتعتمد فقط على دايره البيتا، فجبت له الاي اف اللي هي 1 على بيتا اللي هي 1 على الار اف. بما اننا جبنا البيتا فجبنا الاي اف ابروكسيميت قبل ما نبدا نحل الاي سيركت. لكن انا ترتيب المساله عندي خلصت البيتا سيركت، يبقى انا بعد كده هبدا احل زي ما قلنا في الاي سيركت، نفس الترتيب لاي مساله فيدباك هتلاقوها اتحلت معاكم عادي. طيب هنبدا نجيب الاي سيركت او الاي سي اناليسيس. الاي سي اناليسيس برضو قلنا المره اللي فاتت، انا عشان اعمل اي سي اناليسيس لاي دايره بشوف الاكتف اليمنت اللي عندي في الدايره، سواء بقى ترانزستور او اوب امب، هاخدهم الاول احط الموديل بتاعهم، بعد كده ابدا اشوفهم هم متوصلين بايه واوصلهم. دي طريقه افضل من ان احنا ناخد حته حته في المساله ونوصلها، ممكن ننسى حاجه او نتلخبط في حاجه. انا شايفه ان دي افضل طريقه. إيه طيب هنعملها ازاي بقى؟ بنبص بقى على الدايره الاساسيه بتاعت المساله. عندي كام اليمنت لهم موديل؟ عندي الاوب امب وعندي الترانزستور الموسفت، اتنين اليمنت لهم اي سي موديل. احط الموديل بتاع الاوب امب لوحده والموديل بتاع الترانزستور لوحده، عادي ممكن نحطهم بعيد عن بعض كده ونسيبهم، بعد كده نبدا نشوف احنا هنوصلهم ببعضهم ازاي او هنوصلهم بالمقاومات اللي جوه الدايره ازاي. هنا كده المفروض ان انا عندي ادي ده الموديل بتاع الاوب امب، ده الموديل بتاع الترانزستور. اول حاجه ببدا ارسمها في الدايره. طيب الموديل بتاع الاوب امب عباره عن ايه؟ عباره عن انا عندي جزء الانبوت، قلنا عباره عن ار اي دي او الار انبوت ديفرنشال اللي هي المقاومه ما بين الرجل الموجبه والسالبه، والفولت اللي بشوفه من عليها اللي هو الفي اي دي، الفي انبوت ديفرنشال قلنا ما بين الرجل الموجبه والسالبه، يعني اي حاجه متوصله بالرجل الموجبه في الاوب امب بوصلها بالنقطه دي، اي حاجه متوصله بالرجل السالبه للاوب امب هوصلها في النقطه دي. من الناحيه الثانيه ناحيه الاوتبوت بنشوف مصدر فولت سالب ميو في الفي اي دي، قيمه ثابته، وار اوتبوت لو قال لي في راس السؤال اهملها هنهملها، لو ما قاليش اهملها او اداني لها قيمه هحط قيمتها، او لو اداني دي سي اناليسز هحل الدي سي اناليسز واجيب قيمتها. يبقى انا عندي هنا الار اوتبوت هحطها هنا كده. بالنسبة للموديل بتاع الترانزستور، أنا بعد كده وصلتهم ببعض، أنا كنت حاطة الموديل بتاع الترانزستور لوحده. الموديل بتاع الترانزستور أنا عندي موسفت أوبن سيركت ما بين الجيت وما بين السورس، بشوف فولت في جي إس، وعندي هنا مصدر تيار ما بين الدرين وما بين السورس اللي هو عبارة عن جي إم في الفي جي إس، هنا الجيت، هنا السورس، هنا الدرين. بس كده بقوم حاطة الاتنين موديل الأول. بعد كده بروح ابص في الدايره وابدا اشوف كل حاجه متوصله بايه. يعني مثلا نيجي نشوف الاوب امب، انا عندي رجلين في الانبوت او عندي الطرفين دول كانوا فاضيين مش متوصلين بحاجه، وعندي الطرف ده اللي هو بتاع الاوتبوت برده ايه مش متوصل بحاجه، اروح اشوفهم متوصلين بايه في الدايره. هلاقي عندي هنا في الدايره دي الرجل الموجبه متوصله بالفي اس المصدر بتاعي بتاع الانبوت بتاعي، والرجل السالبه متوصله بمين؟ بدايرة الفيدباك. يبقى أنا هاجي هنا الرجل الموجبة أهي هوصلها بالسورس الخارجي اللي هو الفي اس، الرجل السالبة المفروض إنها متوصلة بدايرة الفيدباك بس إحنا قطعناها، ودي ناحية مين؟ الإنبوت. يبقى هنحط بدل دايرة الفيدباك هنحط أر واحد واحد. قلنا هنحط أر واحد واحد إزاي؟ من مكان ما قطعنا، مكان ما قطعنا كانت الرجل السالبة، نحط المقاومة وآخر المقاومة تبقى جراوند. يبقى أنا عندي الأر واحد واحد اللي هي كانت عبارة عن الأر إف. نرجع للتوبولوجي بتاعتنا نشوف هل الكلام بتاعي مظبوط ولا لأ. التوبولوجي بتاعتي كانت سيريس،
هل الار اف متوصله سيريس مع الانبوت بتاع الاوب امب؟ انا عندي فيه انبوت ديفرنشال اهي، والار اف فعلا متوصله سيريس معاها، يبقى انا كده التوبولوجي بتاعتي مظبوطه والتوصيله بتاعتي مظبوطه. طيب وعندي بعد كده الاوتبوت بتاع الاوب امب، الاوتبوت بتاع الاوب امب متوصل بالجيت بتاع الترانزستور. طيب وبالنسبه للترانزستور بقيه الدايره متوصله بايه؟ عندي السورس مثلا، السورس متوصل بدايره الار اف او دايره البيتا، يبقى احنا هنشيل من مكان السورس ونحط ار 2 2. يبقى انا عندي ادي الجيت متوصل بالاوتبوت بتاع الاوب امب، تمام، ادي السورس متوصل بالمقاومه ار اف او ار 2 2 والاخر بتاعه جراوند. يبقى انا ادي نقطه دي كلها نقطه واحده، ده كله السورس، ومتوصل السورس بمين؟ بار اف اللي هي ار 2 2 واخر المقاومه جراوند. هنشوفها هل هي سيريس مع الاوتبوت ولا لا، بس نشوف الاوتبوت الاول. انا باقي لي مين؟ باقي لي الدرين. الدرين بتاعي المفروض ان هو متوصل على طول بمصدر، تمام، اللي هو مصدر تيار او عموما المصدر دي سي. يبقى مصدر دي سي، مصدر فولت، معلش هو ماشي فيه تيار اي اوتبوت، مصدر دي سي، مصدر دي سي يبقى هعمل فيه ايه؟ هصفره، يبقى اخليه شورت سيركت ومحطوط على الجراوند. يبقى ادي عندي الدرين شورت سيركت ومحطوط على الجراوند، وعندي الار اوتبوت 2 دي من ضمن الموديل، دي من ضمن الموديل بتاع الترانزستور اللي بحطه في الاول، كانت ما بين الجيت ما بين الدرين وما بين السورس. يبقى انا عندي لو بصينا للدايره تاني كده، انا عندي الجيت متوصل بالاوتبوت بتاع الاوب امب، السورس متوصل بالجي ام في الفي جي اس دي ما بين الدرين والسورس، والار اوتبوت 2 ما بين الدرين والسورس، وفي نفس الوقت السورس متوصل بالار 2 2 اللي هي كانت بتاعه دايره البيتا، والدرين رجعنا لقيناه متوصل بفولتج سبلاي بس دي سي ما هوش اي سي، فهيبقى في حاله الاي سي متوصل بجراوند. يبقى انا عندي هنا ادي جراوند هنا اهو وجراوند هنا، وتظبيط بس لشكل الدايره. انا بالنسبه للار اوتبوت 2 وبالنسبه للار اف البدايه بتاعتهم من عند نفس النقطه اللي هي من عند السورس، النهايه بتاعتهم جراوند، يبقى هما الاثنين بارلل مع بعض. علشان اسهل على نفسي لما اجي احسب الجين او الار انبوت او الار اوتبوت، رحت عملت ادي السورس اهو متوصل بسلكه واحده بالار 2 2 والار اوتبوت ونهايته جراوند، والدرين هنا متوصل على طول بالجراوند، وعندي الكرنت سورس ما بين الدرين وما بين السورس. بس كده انا كده جبت الاي سي اناليسيس. بعد ما برسم الاي سي اناليسيس ببدا اجيب مين؟ بجيب الار اي، الار او، والاي، عشان اجيب الار اي اف، الار او اف، والاي اف. الاسهل بالنسبه لي الانبوت امبيدنس والاوتبوت امبيدنس هجيبهم الاول. عندي الانبوت امبيدنس مثلا، الانبوت امبيدنس ببص لها من هنا من عند السورس. ايه الانبوت امبيدنس بتاعتي؟ هشوفها ازاي؟ بنحط شورت سيركت على الاوتبوت او بنصفر الاوتبوت ونبدا نشوف الانبوت لوحده. طبعا هنصفر القيمه دي بصفر، يبقى دي بصفر، يبقى دي بصفر. ما علينا، يعني ان احنا فصلنا الجزء بتاع الاوتبوت ده كله، وبنبدا نشوف الايكوفالنت امبيدنس اللي بشوفها عند الانبوت، يعني هنا بس. الانبوت امبيدنس لما اجي اشوفها من هنا هتبقى عباره عن مين؟ ار اي دي زائد ار اف، او ار ار دي زائد ار واحد واحد اللي هي ار اف، دي الانبوت امبيدنس. طيب بالنسبه للاوتبوت امبيدنس، الاوتبوت امبيدنس عشان نجيبها بنصفر الانبوت وبنبدا نحسب الاوتبوت بكام، يعني بنخلي الفولتج سورس ده، او بنخلي بنعمل شورت سيركت على الانبوت، شورت سيركت على الانبوت ده، يبقى الفولت هنا بصفر، اللي انا شايفاه هنا كله بصفر، يبقى الفولت الفي اي دي برضو بصفر، يبقى الفولت ميو في الفي اي دي، يبقى المصدر ده كله بصفر، يبقى الفولت اللي انا شايفاه من الاوبن سيركت هنا الفي جي اس برضو بصفر، بما ان الفي جي اس بصفر يبقى جي ام في الفي جي اس بصفر، بس دي مصدر تيار بقى مش مصدر فولت، يبقى مش هتبقى شورت سيركت، هتبقى اوبن سيركت، يبقى اكني فصلت الحته دي خالص
عن الدايره، وهبدا اشوف الاوتبوت بتاعي، الاوتبوت امبيدنس بتاعتي هشوفها منين؟ هشوفها وانا باصه على السورس. لو نيجي نشوف هنا هي بس اتمسحت، وفي تصوير البي دي اف كان عامل لي سهم كده للاوتبوت امبيدنس، بيقول لي شوف الاوتبوت امبيدنس من ناحيه السورس. تمام، من ناحيه السورس. لو هنيجي نشوف في الاي سي اناليسيس فين ناحيه السورس، السورس اهو، يبقى بشوفها من فوق، يبقى او بشوفها من النقطه دي، ما بشوفهاش من هنا، ما بشوفهاش من عند الار اوت، لا ده انا بشوفها من هنا. بشوفها من هنا يعني ايه؟ يعني المقاومتين الاثنين دول توازي، اللي هو ما قطعناش من هنا. لو كنا مثلا قاطعين من هنا واحنا شغالين مثلا تيار، لو قال لي ما بين النقطه دي والنقطه دي ار اوتبوت، كنا دخلنا جواها وخدنا ايه الاثنين دول توالي. طبعا انا بشوف من هنا يعني من عند النقطه دي، يبقى ار 2 2 توازي مع الار اوتبوت 2، دي الار اوت. بعد كده بقى علشان اجيب الجين، الجين تجيبوه باي طريقه انتوا تحبوها. انا عن نفسي هنا بقى يعني المسألة رقم 2 ومسألة رقم 3 هما شبه بعض، حليت مسألة رقم 2 بطريقة، مسألة رقم 3 بطريقة تانية. هي تقريبا برضو في الاثنين هي شبه المرجع، يعني برضو المرجع حلل دي بطريقة وحلل دي بطريقة تانية، بحيث ان انتوا تختاروا اسهل طريقة وتشتغلوا بيها. انا في النهاية بجيب مين؟ انا عايزة الاي اوت، عايزة قيمة الاي اوت على الفي اس. فانا ممكن اجيب الاي اوت على الفي جي اس، الفي جي اس على الفي اي دي، الفي اي دي على الفي اس. دي طريقه، واضربهم كلهم في بعض، يبقى انا كده جبت القيمه بتاعتي اللي هي الاي اوت على الفي اس. في المرجع عندكم مش عامل كده، جايب الفي اس بدلاله الفي اي دي، وجايب الاي اوت بدلاله الفي جي اس، وبعد كده جايب علاقة ما بين الـ VID والـ VGS. هنشيل الـ VID ونحط قيمتها بدلالة الـ VS، ونشيل الـ VGS ونحط قيمتها بدلالة الـ I output. هنشوفها تاني. عايزين أول حاجة نجيب الـ VID بدلالة الـ VS، الـ I output بدلالة الـ VGS، وبعد كده نبدأ نشوف احنا هنستخدمهم ازاي، أو الـ VGS بدلالة الـ I output. طيب الـ I output عندي هي عبارة عن ايه؟ التيار المفروض عندي اللي هو التيار اللي ماشي في السورس، التيار اللي هنا، التيار اللي ماشي في السورس. هل عندي تيار تاني غير الجي ام في الفي جي اس؟ انا الناحية دي اوبن سيركت، وطبعا التيار الجيت بصفر، والناحية دي اوبن سيركت مفيش اي تيار جاي لي من هنا. يبقى تيار السورس هو نفسه تيار الدرين، ومعروف ان في المسفت تيار السورس هو نفسه تيار الدرين. يبقى انا عندي هو عبارة عن جي ام في الفي جي اس، يبقى الاي اوتبوت اللي ماشية هنا هي عبارة عن جي ام في الفي جي اس، او ان الفي جي اس اي اوتبوت على جي ام، دي ما فيهاش اي مشكلة. طيب من الناحية التانية بقى عايزين نجيب الفي اي دي بدلالة الفي اس. هنيجي نشوف هنا، ادي الفي اي دي وادي الفي اس، وعندي الفي اي دي هي الفولت على المقاومة الار اي دي. طب والفي اس بدايته فين ونهايته فين؟ بدايته هنا ونهايته جراوند. يبقى هو الفولت، يبقى هو الفولت بتاع المقاومتين الاثنين مع بعض. يبقى انا عندي عايز اجيب بقى الفي اي دي بدلاله الفي اس، هجيبها ازاي؟ فولتج ديفايدر. يبقى فولتج ديفايدر في اي دي هي عباره عن في اس على في ار اي دي على ار اي دي زائد الار اف. يبقى كده جبنا الفي اي دي بدلاله الفي اس، الفي جي اس بدلاله الاي اوتبوت. لو جبنا بقى علاقه ما بين الفي اي دي دي والفي جي اس دي، وشلنا الفي اي دي وحطينا الاكسبريشن ده، وشلنا الفي جي اس وحطينا الاكسبريشن ده، يبقى احنا كده جبنا علاقه ما بين الفي اس والاي اوتبوت اللي احنا عايزين نقسمهم على بعض عشان نجيب الجين. طيب ازاي نجيب علاقه بقى ما بين الفي اي دي وما بين الفي جي اس؟ هنيجي هنا، فين الفي اي دي؟ الفي اي دي هنا اهي، عندي الفي اي دي موجوده هنا برضو، انا ممكن استخدم دي، عندي الفي جي اس هنا. انا لو عملت ايه؟ لو خدت اللوب ده مشيت بيه لوب عادي، مش انا كده هجيب علاقه ما بين الفي اي دي وما بين الفي جي اس؟ يبقى انا هشتغل اللوب دي، هبدا من هنا كده
اللوب بتاعتي سالب ميو في الفي اي دي زائد ايه؟ نبدأ على طول زائد في جي اس. ليه؟ انا عندي هنا مقاومة بس تيار الجيت بصفر، يبقى اكنها مش موجودة، يبقى اكنها شورت سيركت. يبقى انا عندي سالب ميو في الفي اي دي، وبعد كده بروح على طول زائد الفي جي اس. انا كده خلصت. انا السورس بتاعي ما انتهاش بجراوند، ده انا السورس بتاعي لسه، ده انا في مقاومه مع السورس، يبقى لازم اجيب الفولتج دروب برضو اللي على مقاومه السورس دي. مقاومه السورس هي عباره عن ار اوتبوت 2 توازي مع ار 2 2 في التيار بتاعهم. التيار بتاعهم اللي هو مين؟ الجي ام في الفي جي اس، بتجيلي هنا وبتمشي في المقاومتين دول. يبقى انا عندي يبقى زائد جي ام في الفي جي اس في المقاومتين دول توازي مع بعض. كل الكلام ده بيساوي الصفر. كده اللوب بتاعتي خلصت. بعد كده الباقي كله حل رياضة. سالب ميو في الفي اي دي زائد الفي جي اس زائد في جي اس في جي ام، ده اللي هو التيار، في ار اوت بوت 2 توازي مع الار اف او اللي هي الار 2 2 او اللي هي ار اف. طيب عايز اجيب، هظبط بس المعادلة بتاعتي بحيث ان انا اجيب الفي اي دي لوحدها والفي جي اس لوحدها علشان اقدر اعوض عن الفي اي دي بالمعادلة دي واقدر اعوض عن الفي جي اس بالمعادلة دي. هجيبها ازاي؟ طبعا ودينا دي الناحية التانية، الاشارة السالبة بتاعتي راحت، قسمنا على الميو فطلعت الفي اي دي هي عبارة عن في جي اس على ميو. خدنا المفروض ان هي الفي اي دي بتساوي واحد على ميو في الكلام ده كله. خدنا الفي جي اس في عامل مشترك فتبقى لي من هنا واحد، وتبقى لي هنا جي ام في ار اوتبوت توازي مع الار اف. يبقى انا كده جبت ما بين الفي اي دي وما بين الفي جي اس. هشيل الفي اي دي واحط في اس في ار اي دي على ار اي دي زائد ار اف. اهي شلت الفي اي دي وحطيت قيمتها، وهشيل الفي جي اس واحط اي اوتبوت على الجي ام، شلتها وحطيت اي اوتبوت على الجي ام. و بعد كده عايزه مين؟ عايزه الفي اس على الاي اوتبوت على الفي اس. اجيب الاي اوتبوت الناحيه دي وودي كل الحاجات دي الناحيه الثانيه، واجيب الاكسبريشن ده في النهايه، ده هو الجين او الاوبن لوب جين بتاع دايره الاي. اي طريقه حليته بيها مفيش اي مشكله، حلوا باي طريقه تريحكم، المهم في النهايه الاكسبريشن ده يبقى سليم بالنسبه لي. بعد كده مديني انا كده جبت الار اي الاول وجبت الار او وجبت الجين، مديني بقى الميو، الار اي دي، الجي ام، الار اوتبوت، الار اوتبوت 2، الار اوتبوت 1 اصلا هي ما طلعتليش هنا في المعادلات فانا اصلا مش محتاجاها، وهو كده كده شورت سيركت. احنا قلنا مقاومه الاوتبوت بتاعه الاوبام بتبقى صغيره جدا. وعندي مديلكم بقى المقاومات كلها بتاعه الدايره وقال لكم تعوضوا فيها. يا ريت تبقوا تعوضوا بايديكم وتشوفوا كده هل هيطلع معاكم نفس الارقام اللي طلعت هنا ولا لا. بعد كده المفروض ان احنا عايزين الاي اف. الاي اف انا كتبت الرقم على طول، هو الاي اف قانونها ايه؟ معروف ما فيهوش اي مشكله، ان احنا بنقسم دايما على الاماونت اوف فيدباك ايا كان نوع ايا كان نوع المساله اللي عندي، بشتغل موسفت، بشتغل اوب امب، بشتغل بي جي تي، انا كده كده الاي اف مش بتتغير ايا كانت التوبولوجي. برضو الاي اف ما بتتاثرش بالتوبولوجي. انا عندي الاي اف هي عباره عن ايه على واحد زائد اي بيتا، وتشوفوا هتطلع لكم بكام. عندي الار اي اف والار او اف. هنا بقى لازم نروح نبص للتوبولوجي. التوبولوجي بتاعتي كانت عباره عن ايه؟ انا التوبولوجي بتاعتي في اول المساله خالص قايل لي ان التوبولوجي سيريس سيريس، يبقى انا بضرب بالنسبه للانبوت سيريس بضرب في الاماونت اوف فيدباك، الاوتبوت سيريس هي كمان يبقى برضو هضرب في الاماونت اوف فيدباك. هاجي هنا هلاقي الار اي اف ضربت في الاماونت اوف فيدباك، الار او اف ضربت في الاماونت اوف فيدباك. بس هي المساله كده خلصت. طبعا مش طالب الار انبوت والار اوتبوت، هو اصلا مش مديني سورس ولا لود. كده جبت كل المعطيات بتاعت كل المطالب بتاعت المساله. المساله اللي بعد كده هيبقى فيها ار ال وار اس السورس واللود علشان نبدا نشوف هنجيب الار انبوت والار اوتبوت ازاي. كده مسألة رقم 2. مسألة رقم 3 هعمل لكم فيديو منفصل علشان يبقى سهل في التحميل، لأن الفيديو الأولاني
لسه لحد دلوقتي مش عارفين نرفعه، ان شاء الله يعني يترفع باذن الله ويبقى معاكم برضو مساله رقم 2، ونحاول نرفع مساله رقم 3 في فيديو منفصل.